عايزه اكلمكم على جلد الوزه، ايه هو حله وعلاجه وايه اسبابه. جلد الوزه ليه كذا نوع. اول نوع معانا وهو اسهل نوع، اللي هو بيكون من قله الترطيب، وكمان بيكون بسبب الطريقه اللي انت بتزيلي بيها شعر، زيت من الرجل او الايد او الكتف. الطريقه دي بتبقى شيفينج او سلكابيل او تفر الطريقه، بس مش بتكون مثلا سويب. الطريقه دي لازم معاها ترطيب، فانت لو مرطبتيش كويس هيطلع موضوع جلد الوزه. فهو ده المشكله دي، يبقى حلها ان انت ترطبي كويس. في نوع تاني بيكون في خلل في كرياتين بتاع الشعراويه نفسها، وخلل في الكرياتين بتاع الجلد، فالاتنين مع بعض لما الشعرايه بتطلع مش بتطلع كده ستريت، لا بتتحوش مع الجلد وبتطلع المنظر اللي احنا عارفينه. ده برضو ليها علاجين، او يعني على حسب قوتها، حاجه بقى لها مثلا سنه ولا حاجه بقى لها سنين طويله، وده العادي. الحل الاول في المشكله دي ان احنا ممكن نعمل جلسات حمام مغربي بالليفه المغربيه او جلسات تقشير، بس عشان نتخلص من المشكله دي تماما يبقى احنا نشيل الشعر زي ده كله بالليزر عشان نرتاح منه، ميبقاش فيه مشكله في الكرياتين بتاع الشعره، ويبقى مش هيبقى عندنا مشكله في الكرياتين بتاع الجسم. رطبوا الجسم كويس جدا عموما باي كريم ان شاء الله، بنيفيا الازرق، اي كريم ترطيبه عالي للجسم هيبقى حلو جدا، غير البشره، البشره بتحتاج حاجات معينه وانواع البشره وقصص طويله كده. فرطبوا بشرتكوا عشان ما يبقاش فيه جلد الوزه او خشونه او المشاكل تبقى موجوده في البشره.